اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر أحسانه يفزع المضطرون، ويا كل مستوحش غريب، ويا فرج كل مكروب كئيب، ويا غوث كل مخذول فريب، ويا عضد كل محتاج طريق. أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سلما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقاب، وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضب، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطى، وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصى. وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء، فقال لبيك وسعديك، فما أنا ذا يا رب مطروح بين يديك، ولم تكن أغلم منه لذاك. هل أنت يا إلهي راحم من دعاك فأبلغه في الدعاء، أم أنت غافر لمن بكاك فأسرع في البكاء، أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا، أم أنت مغني من شكا إليك فقره توكلا؟ إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك، ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك. إلهي فصل على محمد وآله ولا تعرض عني. ولا تعرض عني وقد أقبلت عليك، ولا تحرمني وقد رغبت إليك، ولا تشبهني بالرد وقد انتصرت بين يديك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة، فصل على محمد وآله وارحمني. وأنت الذي سميت نفسك بالعافية، فاعف عني. قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك، ووجيب قلبي من خشيتك،
وانتفاض جوارحي من نقبتك. نعم كل ذلك حيا مني بسوء عملي، ولذلك خمد صوتي عن الجأر إليك، وكل لساني عن مناجاتك. يا إلهي فلك الحمد، فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني، وكم من ذنب غطيته علي فلم تشهرني، وكم من شائبة ألممت بها فلم تنتك عني سترها، ولم تقلدني مكرون شرارها، ولم تبد سوءتها لمن يلتمس معايبي من جيرتي، وحسدتي نعمتك عندي ثم لم يلبني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عقدت مني. فمن أجلل مني يا إلهي برشد، ومن أغفل مني عن حظ، ومن أبعد مني من استصلاح نفسه حين أنفق ما أجريت علي من رزقك فيما لنيتني عنه من معصيتك، ومن أبعد غورا في الباطل وأشد أقداما على السوء مني حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان فأتبع دعوته على غير عمل مني في معرفة به ولا نسيانا من حفظي له، وأنا حينئذ موقن بأن منتبى دعوتك إلى الجنة ومنتبى دعوتي إلى النار. سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي وأعدده من مكتوب أمري، وأعجب من ذلك إناتك عني وإبطاؤك عن معاجلتي، وليس ذلك من كرمي علي بل تأنيا منك لي وتفضلا منك علي، لأن أبتدع عن معصيتك المسخطة وأقلع عن سيئاتي المخلقة، ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي، بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا وأقبح آثارا وأشنع أفعالا وأشد في الباطل تهورا وأضعف عند طاعتك تيقظا وأقل لوعيدك انتباها وارتقابا، من أن أحصي لك عيوبي أو أقدر على ذكر ذنوبي، وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين، ورجاء لرحمتك التي بلا فكاك رقاب الخاطئين. اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب، اللهم
وصل على محمد وآله وخفف عنه بمنه. يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني. أي رب وانتحرت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدمي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقع حدقتي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دغري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياءً منك. استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، وإن كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك، وتعفو عني حين استحق عفوك، فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، ولا أنا أمل له باستيجاب، إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار. فإن تعذبني فإذ قررت غمدتني بسترك فلم تفضحني، وتأنيتني بكرمك فلم تعاجمني، وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي، ولم تكدر مسكناتي وسوء موقفي. اللهم صل على محمد وآله وقني من المعاصي، واستعملني بالطاعة، وارزقني حسن الإنابة، وطهرني بالتوبة، واستصلحني بالعافية، وأذقني حلاوة المغفرة، واجعلني طليق عفوك وعتيق رحمتك، واكتب لي أمانا من سخطك، وبشرني بذلك في العاجل دون الآجل. بشرى وعرفني فيه علامة أتبينها، إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك، ولا يتكأدك في قدرتك، ولا يتصعدك في أناتك، ولا يؤودك في جزيل نباتك التي دلت عليها آياتك. إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، إنك على كل شيء قدير.